للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي من القاهرة الصحفي ورئيس موقع الآن مصر السيد معتز صلاح الدين. بداية أهلا بك في هذه النشرة الإخبارية. تصريحات جديدة لفخامة الرئيس المصري وإشارات واضحة ورسائل مبطنة لمن يحاولون تخريب البلدان بشعوبهم باستخدام شعوبهم لتدمير بلدانهم. اهلا بحضرتك. طبعا تصريحات فخامه الرئيس السيسي انا حتى تابعت دلوقتي حتى السي ان ان نقلتها والعديد من وكالات الانباء، هي طبعا بتشير لهذا الدور وطبعا دور التركي ونقل المرتزقه الى ليبيا اللي وصل عددهم الى 18,000 من المرتزقه، عاد منهم وفقا للمرصد السوري 1400 انتهى يعني خفضوا لهم مرتباتهم طبعا، ولكن ما زال في ليبيا حتى الان 10,000 من المرتزقة منهم 2500 تونسي وفقا للمرصد السوري. طبعا ده دور تخريبي جدا بتقوم به تركيا في سوريا وكمان بتحاول تقوم به في العراق وبتحاول يعني تصدر هذا المشهد إلى ليبيا. وطبعا أنباء التقارب في ليبيا والدور الوساطة اللي بتقوم به مصر بيزعج تركيا، لكن مصر مستمرة في مواجهة هذا الدور التركي في محاولة تخريب الأوطان خاصة دولة ليبيا التي نرتبط معها بعلاقات نسب ومصهرة وعلاقات تاريخية، وهي عمق استراتيجي لمصر ومصر عمق استراتيجي ليبيا. الأمن القومي المصري والليبي والعربي هو يشغل اهتمام القيادة السياسية في مصر. وطبعا وسائل الإعلام الغربية نقلت هذه التصريحات بشكل عاجل لأنها واضحة وتكشف واقع مرير في محاولات تخريب الشعوب واستخدام القوى الاستعمارية تركيا كمخرب في وقطر في محاولة تنفيذ هذه الأجندات التي بإذن الله ستفشل وستثبت الشعوب العربية أنها دائما قد تمرض لكنها أبدا لن تموت. نعم، أيضا الرئيس السيسي أشار بأن الموضوع أكبر من الحديث والخوض فيه، أي بمعنى بأن ممارسات تركيا وأجنداتها ربما هناك معلومات سرية لم يعرفها الكثير أيضا. ما الذي تحاول أن تقوم به تركيا أو ما هي الرسالة التي يريد إيصالها للعالم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ تركيا تريد أن تكون هي القوة الرئيسية في المنطقة وتريد أن الزعامة العثمانية التي لن تعود، التي يعني الإمبراطورية العثمانية التي خربت الأوطان وكانت حقبة كلها رجعية وظلام لن تعود. وأيضا تركيا تحاول أن تلعب أدوارا مع الدول الكبرى أحيانا مع أمريكا أحيانا مع روسيا، لكن على تركيا أن تعلم أنها ليست هي اللاعب الرئيسي في المنطقة. بالعكس يا تركيا يعني بتجد الفشل أينما حلت، وأعتقد أن اليوم وحتى يوم الأربعاء القادم هناك مباحثات في مدينة الغردقة المصرية بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق عسكريين من الجهتين، وبإذن الله ستسفر عن نتائج طيبة خاصة بعد التوافق على أن هناك مطالب لتوافق بين مصر والجيش الوطني الليبي والمجلس النواب الليبي أنه ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الإرهابية وعدم إقامة أي قواعد عسكرية، وهو طبعا هذا مطلب رئيسي للجيش الليبي. وأيضا ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا طالبت أن تخرج الميليشيات الإرهابية وكل الأجانب من ليبيا خلال 90 يوما مجرد الاتفاق على هذا التوصل لهذا الاتفاق الذي أعتقد أنه اتفاق وشيك، وأن هذا التقارب طبعا ينهي ويقزم وبالعكس يهزم الدور التركي، لأن تركيا وجدت هناك من يقف ويقول ان سرت وجهه الخط الاحمر. والان طبعا لم تجبر تركيا ولا بشار على الاضطراب من هذه المناطق. واعتقد نعم وصلت الفكره. نعم وصلت الفكره سيد معتز صلاح الدين رئيس موقع الان مصر، كنت معي عبر الهاتف من القاهره، شكرا جزيلا لك.